surgical and applied anatomy of the female breast. طبعا يا جماعه ال female breast من اهم موضوعات الجراحه in general والطب in general عشان الانسيدنس الفظيع لكل امراض البريست سواء كان بقى كارسينوم اوف ذا بريست او والبيز بتاعه فين؟ البيز بتاعه ده اللي نايم على الشيست وال بيمتد البريست بتاعنا منين لفين؟ بيمتد البريست بتاعنا يا جماعه بيمتد فوق لحد الرب ده هو اللي هو رقم كام؟ سكند رب ينزل تحت لحد الرب ده هو سكس رب بيمتد ميديالي لحد اللاترال بوردر اوف استيرنم بيمتد لاترالي لحد فين؟ لحد نص الاكسلا الخط اللي كلكم عارفينه اللي اسمه ميد اكسلري لاين بس كده؟ لا عند الميد اكسلري لاين يا جماعه الفيميل بريست بيطلع منه بروجيكشن بروسيس الاول يخرم الاكسلري فاشيا اللي دي فاشيا في الاكسلري ويروح داخل جوه الاكسلري الاكستنشن ده يا جماعه من الفيميل بريست اللي بيخش جوه الاكسيلا بيطلق عليه اكسيلاري تيل اوف ذا فيميل بريست. الاكسيلاري تيل لو هو بيخرم الاكسيلاري فاشل بيبقى عمل خرم في الاكسيلاري فاشل. الخرم ده هو اسمه فورامين اوف لانجر. فورامين اوف لانجر. احنا المفروض البريست اهو لحد الميت اكسيلاري لاين ده العادي. بيروح طالع منه بروسيس بعد الميد اكسيلري لاين يخرم الاكسيلري فاشل في فورامين اسمه فورامين اوف لانجر دخلنا جوه الاكسيلا فبقى اسمه اكسيلري تيل اوف ذا بريست اللي بيكون نايم على مين؟ بيكون نايم على البوستيريور اوف ذا اكسيلا نايم على البوستيريور اوف ذا اكسيلا وعضله اسمها السب اسكابيولاريس واللي عليها بلاد فيسل اسمها السب اسكابيولار فيسل اللي عليها لينف نود اسمها سب سكابيولار لينف نود والسؤال الكتير قوي اللي هتتسالوه ايه هو الليمفاتيك درينج اوف ذا اكسيلري تيل اوف ذا بريست حاسس ان انا نايم على السب سكابيولار والسب سكابيولار فيزت والسب سكابيولار لينف نود اكيد مليون في المية الدرينج بتاعك مين؟ السب سكابيولار جروب اوف اكسيلري لينف نود الفيميل بريست بتاع يا جماعه البيز بتاعه بتاع نايم على الشيست وول نايم على مين؟ نايم على الديب فاشيا نايم الفيميل بريست على الديب فاشيا كفرنج ذيس ماسل المصل المشهوره دي اللي عامله الشيست وول فرانكو شيست وول يمين دي البيكتوراليس ميجور ماسل والفاشيا على فكره دي فاشيا اللي بتعطيها بتتقال عليها بيكتورال فاشيا كل بريست نايم على دي فاشيا كفرنج البكتوراليس ميجر الا الانفرولاترال بارت اوف ذا بريست والانفروميديال بارت اوف ذا بريست الانفرولاترال بارت اوف ذا بريست نايم على مين؟ المصل المشرشره دي المصل اللي في الابر مشرشره دي يا جماعه قالوا عليها مشرشره سيريتس انتيرور مصل سيريتس على فكره مشرشره الديجيتيشن اللي هي الشرشره دي بتاع السيريس انتيرو خدنا في الابدومن انتر ديجيتيتنج مع المصل اللي نازله هنا مين المصل انتر ديجيتيتنج ونازله هنا في الابدومن؟ الاكسترنال ابدومينال اوبليك فالانفرو لاترال بارت ده نايم على السيريس انتيرو والاكسترنال ابدومينال اوبليك طب الانفرو
ميديا بارك، بحب الصغار ده قوي، نايم على الشيس الشهير اللي اسمه ايه؟ الريكتس شيس. طبعا كانت نومه سودة ومنيله بنيله. الليمفاتكس على اسف يا جماعه، في جزء من الليمفاتكس من اللي هو الحين على باركو ديبريس الحته دي للاسف بتنزل في الريكتس شيس على الامبلايتس. ومن الامبلايتس كلكم عارفين الليمفاتك درينج في عمق الامبلايتس راح على مين؟ على الليجامنت اوف تيرس. الليمفاتكس اراوند الليجامنت اوف تيرس لحد الليمف نودز اللي في البورت هيباتس. انا كده جبتكم على سؤال عمر ما حد جاوبه عندنا في الجراحه. يقول لك ازاي كارسينوما في ايه في البريست تعمل اوبستراكتيف جونز؟ فانت تقول كارسينوما في البريست وتعمل اوبستراكتيف جونز بعيده قوي. لو في مالجنانس يا جماعه في اللور انا باخد البريست، تمشي المالجنانس سيلز في الليمفاتكس اوف زاريتا شيز لحد ما توصل في الامبلايكس. وعلى فكره في الامبلايكس تعمل النجول الشهيره اللي انتوا عارفينها، تعمل لك السيستر جوزيف نجول كميتاستاسيس من كارسينوما اوف ذا بريست، وتروح تاخد بعد كده مالجنانس سيلز في الليمفاتكس اراوند الليمنت تيرس، هتصب لك في الليمف نودز اللي في البورت هيباتس. اما تكبر الليمف نودز اللي في البورت هيباتس، مين موجود في البورت هيباتس ممكن اضغط عليه؟ ممكن اضغط لك على الكومان بايل داكت والهيباتك داكتس واعمل لك الاوبستراكتيف جونز. ماشي؟ ده يا جماعه اللي احنا نايمين عليه الديب فاشن. كون ان انا بقول لك ان الفيميل بريست نايم على الديب فاشن، يبقى الفيميل بريست فين؟ الفيميل بريست يا جماعه في السوبرفيشال فاشن. وعلى فكره حجم الفيميل بريست بقى بيتكون من ايه؟ الفيميل بريست عباره عن الميموري جلاند طبعا اللي انت بتاخده في الهيستولوجي الاستراكشر بتاعها بالظبط. الميموري جلاند دي امبيدد في كميه كبيره جدا من السوبرفيشال فات اوف سوبرفيشال فات. ايه فاشن؟ السوبرفيشال فاشيا دي مليانه فات، واللي هيديك حجم البريست دوت وشكله والتدويره بتاعته هو الفات اللي حواليه. بالذات طبعا لو كانت واحده ست ما ب 13. حجم البريست الكتله اللي انا شايفها دي عباره عن ايه؟ لو واحده ست ما ب 13 هتلاقي مثلا حاجه بتاع 20% ميموري جلاند و 80% من حجم الفات اللي موجود في السوبرفيشال فاشيا اللي حواليها. لكن لو واحده ست بترضع البريست بتاعها بيكبر اثناء الرضاعه. تبص تلاقي حجم البريست بقى حاجه بتاع 40 ل 50% منه ميموري جلاند و 50% منه الفات اللي كان عندها قبل كده. ماشي؟ فهي نسبه حجم البريست طبعا بيختلف حسب الرضاعه. طبعا اصغر في عدم الرضاعه وبيكبر مع الرضاعه. والحجم ده هو حسب النسبه والتناسب ما بين الميموري جلاند والفات حسب الست دي لاكتيتنج ولا نون لاكتيتنج. نبص يا جماعه إذا البريست أهو كونيكال إن شيب، الإيبكس بتاعه عند النبل، والإكستند بتاعه من 2 ل 6 ريب فوق وتحت، لاترال إيدج أوف ستيرنم ميديالي، والميد أكزيلر لاين لاترالي، والأكزيلر تيل خرم الأكزيلر فاشيا في الفورامين أوف لانجر، ونام على السب سكابولارس، وعندنا إحنا نايمين على الديب فاشيا، كفرنج البريست ميجور ككل البريست. ما عدا الانفور لاترال طبعا عالي نايم على السيريس انتيرور والاكسترنال دون ليك، والانفور ميديال بارت نايم على الريكتس شيس. الميموري جلاند بقى يا جماعه بتاعتنا اللي هي طبعا المكون الفانكشنال الاساسي هو ده اللي بيشتغل. الفات اللي حوالينا ده ما بيشتغلش، بدي بس حجم كده وشكل. الميموري جلاند يا جماعه دي عباره عن 15 ل 20 ميموري لوبيول. لوبيول يعني والفيولاي اسيناي 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 15 ل 20 ميموري لوبيول كلها قاعده بتصب لحد ما تتجمع لك في ون لاكتيفرس داكت. اللاكتيفرس داكت ده من ورا النيبل على طول بيحصل دايلاتيشن، يتقال عليه لاكتيفرس ساينس. ثم الضغط يجي تاني ويفتح لك على النيبل. خد بالك 15 ل 20 ميموري لوبيول طالع منه كام دكت؟ 15
15 20 درجه. هنفتح انا النبل بكام فرن؟ ب 15 ل 20 اوبننج فتحه في النبل. طبعا الخروج يا جماعه الشباب بقى بمنتهى السهوله كده، وانتم بتشوفوا على العيان بعدسه متكبره. وانت بتشوف كده على العيان عند عدسه متكبره هتشوف الخروج دي في منتهى الجمال، واقدر احدد الديسشارج نازل من انهي ضغط فيهم وانهي فورمه فيهم. الرجاله بالمنظر ده يا جماعه، في الرجاله في ضغطس بس. ما فيش لا البيولاي ولا السناي ولا البيول ولا حاجه خالص. لا طبعا يا جماعه في الرجاله الممر جلاند ريديمنتال عشان ما عندناش الهرمون بتاع الديفلوبمنت بتاعها. فانت على فكره الرجاله ايه ريديمنتال ممر جلاند ضغط بس. والزاوية البيولاي او اس ان اي او ما الى ذلك. الميموري لوبيولز دي يا جماعه، الميموري لوبيولز دي اتفقنا ده ميموري جلاند حواليها بقى كميه فات من السوبرفيشال فاشل، وده اللي هيدي حجم البريست والتدويره بتاعته. ايه اللي يمنع ان الفات ده بالميموري جلاند يقع منه؟ ممكن كده هو ينزلوا 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 لحد هنا واضطر اشد التاج فوق وينزل هنا. ربنا يا جماعه طبعا اكيد راح مثبت الممر جلاند بهذه الفايبرس ليجمنتس. يعني لو تيجي تلاقي البريست بتاعه عندنا اهو، هتبص تلاقي ما بين الليبيولز في فايبرس ليجمنتس ممتده من السكين الى الديب فاشل. اسمها ايه دي؟ دي ما بين الليبيولز، يبقى اسمها انتر لوبيولار ليجمنتس، او المشهوره قوي باسم الراجل وصفها كوبرس ليجامنتس. الكوبرس ليجامنت دي عندنا مهمه قوي. ليه؟ مش عارف انتوا خدتوا الحكايه دي في الباثولوجي ولا لا، لو في تيومر وذ اكستنسيف فايبروز، ومعظم على فكره الكومنست تيومر في البريست في اكستنسيف فايبروز. لو تيومر نوع يا جماعه وذ اكستنسيف فايبروز وابتدى يعمل انفلتريشن للكوبرس ليجامنت ده هيعمل ايه؟ هيروح شد الكوبرس ليجامنت، وكور زي ما في شد الجلد، وبالتالي يحصل ايه؟ لو القميص الاسود بتاعي ده اهو ده السكين اوف ذا بريست، والكور زي ما اللي وراك ده اتشد فايبر ستيشن جو، يحصل ايه في الجلد؟ نقره في الجلد برافو عليك اسمها ديمبلينج. والحكايه دي لو زادت الجلد كله هيكشكش وكرمش. لو الجلد كله كشكش وكرمش دي اسمها باكرينج، يعني الجلد مكشكش ومكرمش. فدي واحده من المانيفستيشنز المهمه قوي في الجلد للتيومرز اوف ذا بريست. بتكون نتيجه ايه؟ نتيجه ان الكوبرس ليجمنت بتشد جوه بالتيومر اوف اكستنسيف فايبرز. يعمل لك نمره واحده بس يبقى اسمها ديمبل، يعمل لك بقى كشكشه وكرماش في كل جلد يبقى اسمها باكرين. نوصل يا جماعه ال بريست اوت، اتفقنا ان هو عباره عن ميموري جلاند امبيدد في السوبرفيشال ايه؟ فاشيا، كميه فظيعه من الفات بتاعتها. بتغطيها بقى بايه ان شاء الله؟ بسكين طبعا، ده برضه سكين. والسكين ده بقى ايه؟ النبل والبيجمنتد اريا اللي حواليه اللي اسمها اريا. النبل دي عباره عن ايه بالظبط؟ النبل دي يا جماعه فضل يجيب السؤال شفوي قوي. النبل ما فيهاش فات خالص. فالحته اللي ما فيهاش اي فات في البريست هي النبل. ما فيها ايه؟ فيها سموث ماسل فايبرز. عشان كده اول النبل دي لو حد لمسها بيحصل لها ايريكشن. فهي كلها قطعه ماسل فايبرز معدي وراها وفيها الاكتيفرس داكس. طب الايرون اللي حوالينا بقى؟ الايرون اللي حوالينا البيجمنت اللي لو دققت فيها قوي هتلاقي فيها الليفيشنز صغيره قوي. صغيره قوي. في الاناتومي اي الليفيشن صغير قوي بيتقال عليه تيوبريكلز. والوصف هذه الليفيشنز اللي في الاريولا واحد اسمه مونتجومري. فقالوا عليها مونتجومري فوليكلز. بنت مين دي؟ ايه اللي علقها دي؟ بسيطه قوي. مش اي جلد يا جماعه في سيبيشيس جلاند. السيبيشيس جلاند هنا اللي في الاريولا بالذات عاليه وعامله الليفيشنز دي. اللي اسمها مونتجومري فولكلز. المونتجومري فولكلز دي عباره عن البروميننت سيبيشيس جلاندز اوف ذا اريولا. ماشي؟ ف
طبعا حكايه سبيشال بلاند دي فكرت بقى بحاجه مشهوره قوي. الماماري جلاند دي اصلها ايه؟ دي اسنان الانتروتراك في اللايف اتكونت زيها زي بالظبط السويت جلاند. اللي بتفرز ايه؟ سويت عادي جدا. بس حصل لها ديفلوبمنت اثناء البيوبرتي عشان تبقى الماماري جلاند. فالماماري جلاند دي الكلمه دايما المشهوره بتاعتها انها عباره عن موديفايد سويت جلاندز. ماشي؟ نبص يا جماعه الحاجه بقى اللي تهمنا قوي. ايه الانتيريور سبلاي بتاع الماماري جلاند؟ الانتيريور سبلاي يا جماعه بتاع الماماري جلاند نقدر نقسم بالبريست لنصين، ميديال بارت ولاترال بارت. المين انتيريور سبلاي لللاترال بارت فينا هون في الاكسيلا جنبينا ده على طول الاكسيلري ارتري. الاكسيلري ارتري بيديني نوع الارض ده اللي اسمه لاترال سوراسك. اللي مهم اسمه لاترال سوراسك ماشي على اللاترال اسبكت اوف ذا سوراكس. وطول ما هو ماشي على اللاترال اسبكت اوف ذا سوراكس قاعد يديلك ميموري برانشز لللاترال هاف اوف ذا بريست. طب الميديال هاف اوف ذا بريست ده جاي بقى بيرفوريتنج برانشز من جوه سيلفر. بيرفوريتنج برانشز لهذا الارض اللي ماشي جوه صدر. الارض ده يا جماعه اسمه انترنال عشان جوه وصدرك يبقى ثراسك. فالانترنال ثراسك ارض دوت بيطلع بيرفوريتنج برانشز بتخرم الانتركوستال سبيسز عشان تغذي لك الميديال هاف اوف ذا بريست. وطبعا فيها اكيد ارض يمين وارض شمال. انا سبتك الارض على ناحيه والبريست على ناحيه عشان ايه؟ دي تبان الانترنال ثراسك اللي كان زمان اسمه انترنال ميموري. بس دلوقتي كده ليه كل الكتب الاناتومي انترنال ثراسك ميموري. نبص يا جماعه كمان في عندي ماشي في الانتر كوستال سبيسز فيسلز اسمها الانتر كوستال فيسلز. البوستيرو انتر كوستال فيسلز يا جماعه البوستيرو انتر كوستال فيسلز بتدي لك لاترال بيرفوريتنج برانشز بتساهم في تغذيه كمان ال لاترال هاف اوف ذا فيسلز. على فكره الحركه دي والحركه بتاعت البوستيرو انتركوستال حركه سودا لان للاسف البلاد فيسلز دي راجع حواليها وداخل جوه السوركس ليمف فيسلز جايه من البريست وده يخلي لك اللي فات الدرينج اوف ذا بريست لو دخلت المالجنت سيلز في الليمف فيسلز اللي الونج البريفريتنج برانشز تخش نوع مجموعة من الليمف نودز لا يمكن استئصالها جراحيا. وبالتالي ما دام ما اقدرش استئصالها جراحيا بقت الست دي ان اوبول. يعني ايه ان اوبول؟ يعني ان كيورابول. نفس الحركة السودة اللي هي بتاعت البرفوريتنج بريشر وانتر كوستر. للأسف راجع عليها ليمف فيسلز. والليمف فيسلز دي هتمشي مع البوستيرو انتر كوستر للبوستيرو انتر كوستر ليمف نودز. التي لا يمكن استئصالها وبقت الست دي ان اوبرابل اللي هي تساوي ان كيورابل. نبص يا جماعه الفينوس رينج بتاعنا ايه؟ ماشي مع الارتس. يبقى لاترال ثراسك فين للاكسلري فين و بيرفوريتنج فينز رايح على الصوب فين انترنال ثراسك فين و البوستيرو انتركوستال فينز. كل الكلام اللي فات دهون يعني مش هيفرق معايا كتير. اللي هيفرق معايا بقى اهم حاجه في الدنيا وتهمنا غير السيرجيكال واللايف الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست. الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست يا جماعه دي بقى محتاجه لها مراجعه فيها سريعه للمنظر ده. طبعا مين الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست؟ رايح للاكزيلا والاكزيلاري ليمف نودز. زي ما انتوا عارفين الاكزيلا دي عباره عن ايه؟ عباره عن بيراميدال ستراكشر محشور ما بين مين؟ الابر بارت اوف شيستور والابر بارت اوف زاهيوس. الاكسيلا دي يا جماعه في هذا المنظر انا ببص لها فيس تو فيس
الوول بتاعها ده اسمه ايه؟ ميديا وول. الميمبرانز تبع مين؟ لاترال وول. ده مين؟ البيز والاكزيلري. الابيكس والاكزيلري يا جماعه لفوق ما بين الميدل سيرف اوف ذا كلافيكل والسوبير بوردر اوف ذا سكابيولا. طب في الرسمه دي بقى الكاب سيكشن ده الكاب سيكشن ده كاب سيكشن في الاكزيلري لو موجود عندنا سيكشن كده رحت قطع قطعته قدام مين؟ العظمه اللي قدام كلام وهطلع حط لك العظمه اللي ورا اللي هي سباين تبقى سكابل. وانت بص لي بقى كده اهو بصوا لي اهو على المنظر ده الوول ده اللي اسئله بس اسمه ايه؟ انتيرو وول اللي هو معمول مينلي من بكتوريس ميجور وبكتوريس ماينور وما تخصناش الباقي. وده بقى بص لي وول اللي هو معمول بثلاث حاجات اللي تخصنا منه العضله دي اللي هي دي بالسكابيولا فقالوا عليها سب سكابيولاس. في طبعا حاجات ثانيه بس ما تفرقش معايا. اللي يهمني بقى الاجزيرا الليمف نودز. الاجزيرا الليمف نودز يا جماعه كل مجموعه ليها اسمين. اسم حسب هي على انهي جدار. فاكيد اللي على انتيرو نودز اجزيرا يبقى اسمها ايه؟ انتيرو جروب. اللي على بوستيرو نودز اجزيرا ده بوستيرو جروب. اللي على اللاترال نودز اجزيرا لاترال جروب. كمان بتتسمى اسم تاني بقى المجموعه من الليمف نود حسب هي ريتد لانهي اناتوميكال ستراكشر. فمثلا الليمف نود دي اللي على انتيرو رولز اكزيلا سميتوها ايه؟ انتيرو جروب. ودي يا جماعه على الديب سيرفيس اوف بيكتوريس ميجر على اللور بوردر اوف بيكتوريس ماينور. وعشان دي على الديب سيرفيس اوف بيكتوريس ميجر وعلى اللور بوردر اوف بيكتوريس ماينور بقى اسمها ايه؟ تكترال جروب. فانتير او بيكتر. طب المجموعه دي اللي بتتبدل هنا كمان دي على بوستيرو رودز اكزيلا تبقى اسمها بوستيرو جروب. وحيث انها بيتي في السابس كابيلاريس يبقى سابس كابيلار جروب. ده طبعا على السابس كابيلاريس والسابس كابيلار فيسي فدي اسمها سابس كابيلار جروب. طب الجدار ده الجدار ده اللي كده انت فعلا اللاترال فعلي الليمف نودز اسمها ايه؟ لاترال جروب. بس ما تعرفش ان اللاترال جروب دي على الهيومرس يبقى اسمها التاني ايه؟ هيومرال جروب. على فكره الثلاثه اللي فاتوا دول دريننج ايه؟ الانتيرو بيترا جروب اسم على مسمى دريننج ذا انتيرو وول اوف ذا ترانك لحد الامبلايز ويقع في هذه المنطقه مين؟ الانتيرو جروب دي المين لمفاتيك درينج واول محطه والمحطه الاساسيه اللي بيروح لها الليمف بتاع البريست كله رايح لها على الاقل 75% من الليمفاتيك سوف ذا بريست. عشان كده لو اتسالت في الجراحه السؤال الشهير مين المين لمفاتيك درينج اوف ذا بريست؟ انتيرو بيكترا جروب. مين اول محطه هتتاثر ويحصل لها انتارجمنت في الكارسينوما في الريست؟ الانتيرو بيكتورا جروب. فيبقى الانتيرو اوف ذا ترانك دريند بالانتيرو جروب اللي هي بيكتورا جروب راح لها على الاقل 75% من الليمفاتيك درينج اوف ذا ميمري جلاند وفي مين بريست وهي دي المين ليمفاتيك درينج اوف ذا بريست واول محطه بتتاثر وبتكبر في الماليجنسي اوف ذا بريست. لو وصل يا جماعه الهيومر جروب يتفتك الدريننج ايه؟ دريننج الابر لاب. طب ايه في البريست بيصب هنا؟ ولا حاجه. ودي اجابه سؤال الشفوي الشهير. ايه هي المجموعه اللي نيفر افكتد بالكارسينوما ذا بريست هنا في الاجزاء؟ الهيومر جروب نيفر افكتد باي ميتاستاسيز ونيفر انها ايه؟ تكبر في الكارسينوما ذا بريست. البوستير جروب
اسمع المسمى دي تريننج ذا بوستيرو اوف ذا ترانك لحد العظمه اللي هنا اللي هي الايليا كريست. وعلى فكره الايليا كريست تقابل من هنا الامبرايتس. على فكره البوستيرو جروب زي الانتيرو جروب. الانتيرو جروب تريننج ذا بوستيرو اوف ذا ترانك لحد الامبرايتس. والبوستيرو جروب تريننج ذا بوستيرو اوف ذا ترانك لحد الايليا كريست اللي هي تقابل الصوابع. ماشي؟ والهيومر جروب كان تريننج مين؟ الابر لاند. التلاته اللي فاتوا بيصبوا في مين بقى؟ التلاته اللي فاتوا الانتير والبوستير والهيومر بيصبوا في المحطه المركزيه دي. ليه في نوت بيصبوا فيها كل اللي فات؟ فقالوا عليها محطه مركزيه تبقى السنترال جروب بقى. والسنترال جروب دي كمان تقع على مين؟ على البيزنس اكسلر. فحيث البيزا جروب دي على البيزنس اكسلر بتطلق عليها بيزل جروب. البيزل جروب دي بيتكلم لما كل اللينف من ثلاث مجموعات هتروح تصب في مين؟ في اللينف نودز في الايبكس والاكزيلا يبقى اسمها ايبيكال جروب. والايبيكال جروب دي تروح تصب لك فين؟ في السوبرا كلافيكولار لينف نودز اللي هي تبع اللور ديب سرفايكال اللي في النك. ماشي؟ نبصر يا جماعه برضه حاجه من الحاجات المهمه. الصراحة المجموعات دي أنا أقدر أميزها. يعني هي ديسكريبتيف أوي المجموعات دي. لكن أنا أقدر أميزها كواحد بتاع باثولوجي استحالة. وخصوصا إن بتاع باثولوجي هتكون مصدره العينة مشوهة. بتاع باثولوجي أنا بقى بعمل له إيه؟ بروح شايل له البريست. ومعاه بروح كده أول الجراح بروح ماسك كل الفات والليف نودز الأكزيلا كحيتهم ناحية البريست والمالجنسي واروح شايل ده كله. فطبعا خلاص الجراح شوه الاناتومي في الشيله بتاعته دي وراحت بتاع الباثولوجي عايز يحلل بقى. طبعا انا الجراح اهل العيان على طول طبعا الحاجه يعني اللي مموتاهم وقاعدين يعيطوا كل ليل يقولوا لي ماما هتعيش ولا هتموت؟ اقول لهم ما اقدرش اقول لك. نستنى يومين ثلاثه اربعه لحد ما يجي لي تقرير الباثولوجي. انت بقى مستني ايه بتاع الباثولوجي؟ طبعا طبعا بتاع الباثولوجي هيحلل الليف نودز ومستني كلمه العيان. ايه يا دكتور؟ العيان ده هي ليمف نود بوزيتيف ولا ليمف نود نيجاتيف؟ يعني ايه ليمف نود بوزيتيف؟ فيها مالجنان سيلز تبقى بوزيتيف، لو ما فيهاش مالجنان سيلز تبقى ايه؟ نيجاتيف. بعد ما شفت دي نيجاتيف ولا بوزيتيف، لو طلعت بوزيتيف بقى عينيا على مين؟ بتاع الباثولوجي حلل الليمف نود وشاف البوزيتيف ليمف نودز في ليفل 1 ولا في ليفل 2 ولا في ليفل 3؟ اصل بقول لك ان انا دلوقتي مش قادر اميز جروبس في بتاع الباثولوجي مش عارف يميز. فبتاع الباثولوجي لقى ايه حاجه بسيطه قوي، قال لك تشوف الليمف نود البوزيتيف هي تحت البريس ماينر يبقى ليفل 1 ولا دي من البريس ماينور؟ ما قلت لك سوبرفيشال اللي جينا فدي من البريس ماينور تبقى دي ليفل 2 ولا ادفانس البريس ماينور اللي هي بمعنى صح ليفل كبرو. فاروح لمسرين ليفل نود هنا ثلاثه ليفلز. ليفل 1 بيلوز البريس ماينور، ليفل 2 دي من البريس ماينور، ليفل 3 اللي هي الليفل ادفانس البريس ماينور. فبتاع الباثولوجي تبص تلاقيه كاتب لك ايه؟ بوزيتيف نودز ليفل 1 او ليفل 2 او ليفل 3. وتلاقيه كمان كاتب لك التقرير الباثولوجي 5 على 15 مثلا. 15 ده الليف نودز اللي لقاها اللي الجراح شالها. دول 15 ليف نود. ايه 5 على 15 دي بقى؟ لقى مالجنان سيلز في 5 ليف نودز من ال 15 دول. دي انا ببص بقى على الفريق باثولوجي واقدر ابص لاهل العيانه واقول لهم على طول البروجنوزس. ماما هتعيش ولا هتموت وممكن تعيش حوالين كام سنه؟ بص بقى. اولا يا جماعه لو ست لقيتها ايه؟ نيجاتيف نودز. اقدر اقول لاهلها مبروك. ال 10 years survivor rate
لمده 10 سنين الست هي مش هيجي لها حاجه وممكن تعيش وتخف خلاص. التاني السرفايفل ريت يتعدى 70% من الحالات في النيجاتيف نوتس. فاحنا الست الحمد لله في النيجاتيف نوتس ما وصلتش لاجزله 70% من الحالات هيعيشوا 10 سنين سلام ومعناها برافو دي خفت وماما فلتت من المرض وبقت كيوت ده. مع الاسف والالم اول ما الاقي بوزيتيف نوتس بوزيتيف نوتس بقى تبص على الرقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه بوزيتيف عشان انا بقول لك خمسه مثلا على 15 15 دي خلاص اللي احنا في نوتس اللي شالها الجراحه. العدد بقى اللي فوق ده مهم قوي لو من واحد لثلاثه ليمف نود بوزيتيف اقسم البروجنوز اللي فات على النص. يعني بعد ما كانت 10 يير سرفايفل ريت 70% بقى البروجنوز 35%. طب اكثر من ثلاثه النص. ال 10 يير سرفايفل ريت بقى 17%. عشان كده بقول الليمف نود باثولوجي دي الحاسمه في البروجنوزس بتاع السد ده. ليه الدرجات دي يعني؟ اصل بص بقى انتوا عندكم اعتقاد خاطئ ومش فاهمين باثولوجي. فاهمين ان التيومر الاول يروح يعمل سبريد دايركت وبعد ما يبقى تقدم قوي 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 ودايركت سبريد لمده كبيره يروح بعد اللي بعديه لينفاتيك سبريد وبعد ما يعمل ادفانس لينفاتيك سبريد يروح عامل بلاد سبريد. انتوا كده مش فاهمين باثولوجي. التيومر ابن عفريته نشط في جميع الاتجاهات في الوقت اللي هو بيعمل فيه دايركت سبريد في نفس الوقت المالينا سيلز بتمشي في الليف بيسنس وبتوصل للليف نوتس وفي نفس الوقت المالينا سيلز بتخش في البلاد بيسنس ورايحه للديستال اورجنز فالثلاثه ماشيين مع بعض وللاسف والالم وجد ان اول ما المالينجنت سيلز توصل للاكسيلا ده اكيد في نفس الوقت اتبحتر في جسم الست دي البلاد متستاسيز وفي ديستال مايكرو متستاسيز اتبحترت في جسم الست دي كلها. عشان كده هو كلمه بوزيتيف ليمف نود دي مرعبه لينا كجراحين او مرعبه لاي اهل عيادة. يعني الحكايه مش حكايه ليمف نود طز كنا ممكن نشيلها في الشارع لكن للاسف كل المالينجنت سيلز وصلت هنا يعني المالينجنت سيلز وصلت هنا. لو انت قلت لاهل عيادة يقول لك ما عندهاش حاجه بتطول ما فيش حاجه في المخ ولا حاجه في العظم وزي الفل هي ما فيش حاجه في صدرها. كلامي واضح ديستال مايكرو ميتاستاسيز هتظهر الله اعلم امتى. ممكن البرين ميتاستاسيز ما تظهرش الا بعد 3 4 سنين واللانج ميتاستاسيز تظهر بعد 7 سنين والبون ميتاستاسيز تظهر بعد 6 7 سنين وهكذا. حصل نوع مايكروسكوبيك افكشن للاكزيلا ليمف نود بقى في اكيد ديستال اورجان مايكرو ميتاستاسيز اتبحترت في جسم الست هي كلها. طبعا يا جماعه يبقى كده نستخلص كل ما زاد الليمف نود كل ما كان البروجنوزس كده ولا كده؟ كل ما عدد الليمف نود كده كل ما كان البروجنوزس فيري بور. طب حسب مخكم كده فقط كل ما الليفل بتاع الليمف نود افكتد احسن ولا اوحش؟ كل يا جماعه الليفل عالي كل ما البروجنوزس كان ظاهر تاني لدرجه ان انا مثلا اقول لك اقول لك ليفل 3 افكتد ليفل 3 افكتد يا نهار اسود دي هيلكال جروب وصلها مليجن سيلز ده خلاص حاله مقدمه جدا 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 جدا. طب لو جالك بقى العينه اصلا جايه بانلارجمنت للليمف نود اللي في السوبر كلافيكولار ريجن هنا او الانفرا كلافيكولار ريجن دي تبقى حاجه بدري ولا ليه؟ ده يبقى الاكسيلا اتملت والمالينجنت سيلز نطت فيها على الاكسيلا كده والمالينجنت سيلز نطت في السوبر كلافيكولار ريجن ماشي. فسوبرا كلافيكولار ليمف نود افكشن دي معناها بيتقال عليها جريف بروجنوزس ماشي. جريف يعني ايه؟ قط.
طب ايه رايك تتبسط لو جاتك الست بايديها مورمه؟ يبقى اللي فات الدريبس بتاع الابر ليمب راح للهيومر جروب. الهيومر جروب جت تصب في البيزل لقت البيزل مسدوده بماس الميتاستاسيس. تبقى دي حاجه ايرلي ولا ليه؟ برضه ليه؟ نفس اللي فات. جريف بروجنوزس ادفانسد ليمفاتيك سبريد. ماشي؟ فيبقى اذا يا جماعه كوليكتيف انت بتشيل العينه بتاعت الكارسينوم ذا بريست ومنتظرين على حرق الدم تقرير الباثولوجي. جالك تقرير الباثولوجي نيجاتيف نوتس يبقى على طول مبروك البرنوزس كام في المية؟ 10 يير سرفايفل ايه؟ يعني الست عدى عليها 8 10 سنين وخفت مبروك. البرنوزس بيتعدى في الحالات دي 70% من الحالات. 10 يير سرفايفل ايه؟ وخفوا 70% من العائلة. طب لو طلعت بوزيتيف نوتس، بوزيتيف نوتس اتفقنا يعني ايه؟ فيها مالينجنت سيلز. لو نجد لو بوزيتيف نوتس من 1 ل 3 البرنوزس نص على طول 35%. فوق الثلاثة البروجنوزس صار نص 17%. برضه كمان بنعرف الليفل. يقول لك ليفل 1 ولا 2 ولا 3 لا فيك. لو ليفل 1 البروجنوزس اكيد احسن من ليفل 2 احسن اكيد من ليفل 3. فكل ما الليفل اوف ليمف نود افكتد كل ما كان البروجنوزس زي الزفت. العيانين دول بتوعنا طبعا يا جماعه اتفقنا ان في مجموعتين من الليمف نود زابطين اللي هم الانترنال ثوراسيك ليف نودز والبوستيريور انتركوستا. الصراحه البوستيريور انتركوستا دي انها تبقى افكتد فيري ليف. هي المشكله لو في انترنال ثوراسيك ليف نود افكشن. الانترنال ثوراسيك ليف نود يتوقع انها افكتد لو تيومر في اي حته من البريست. ده هو المنظر بتاع البلاد فيسل سبلاين بريس. وقلت لك الليمفاتكس راجعه ايه؟ في الانتر كوستال سبيسز على الانترنال ثراسك ليمف نودز اللي هي جوه صدر. طبعا متوقع يا جماعه لو انر تيومر او سنترال تيومر حتى لو كان سمول لا كل ما كبر التيومر كل ما كان احتمال السنترال والانر تيومر يعمل لك افكشن لل انترنال ثوراسيك ليمف نود. ايه ده هنا؟ اه ازاي؟ كان وراها حته كبيره فراح واخد حته من الحرف. لا دي كل حته واصله منها. المفروض المفروض لو انر تيومر او سنترال تيومر ده اللي واقعي ان هو يمشي مع البلاد فيسلز على الانترنال ثوراسيك هي ليمف نودز. بس ارجوك ما تفهمنيش غلط. كان طبعا كده لو قلت لكم بقى سؤال لو في انر تيومر ايه الكومنست ليمفاتيك سبريد اللي هنروح له؟ هتفتكر الانترنال ثوراسيك؟ لا المين ليمفاتيك درينج اوف ذا بريست في جميع الاجزاء انر تيومر سنترال تيومر كله رايح لاترال على الانتير فيكتورال جروب اللي بتصب بعد كده في مين؟ في البيزال جروب اللي بتصب بعد كده في الميديكال جروب على السوبر فيكتور. فانت عمرك ما هتلاقي ابدا الانترنال ثوراسيك دول افكتد والاكسيلا نيجاتيف. لا دايما الاكسيلا افكتد في الاول وايرلس ليمف نود افكشن هي الانتير فيكتورال جروب. بعد كده بيكبر التيومر ويزيد الانفيجن بتاعه وبتاع لو سنتر او انر تيومر ممكن يوصل بعد كده للانترنال ثوراسيك ليمف نود. نختصر بقى الدواء بقى انا قلت الحته اللي مهمه اللي نفسي اوصلها لكم حته الاناتو بقى بتاعتنا يا جماعه. الليمف بتاع البريست زمان ويعني معظم الناس العواجيز لسه مرتبطه بايه؟ يقول لك الليمف بتاع البريست ماشي بشكل بليكسس. ايه بليكسس ده يعني؟ يقول لك النبل والاريولا درين ايه؟ ليمف بليكسس ديب للاريولا.
ليمف بلكسس تحت الارجل، يبقى اسمه ايه ده؟ سب اريولار ليمف بلكسس. طب السكين، السكين ده اللي فوق البريست هيصب فين؟ تحتيك في ليمف بلكسس دي للسكين ودريننج ذا سكين، يبقى اسمه سب كوتينيوس ليمف بلكسس. طب الممر ريجيونز بقى هتصب فين؟ في ليمف بلكسس ماشيه ما بين الليجيونز، ماشيه ما بين الليجيونز في الكوبرز ليجنز، يبقى اسمها ليه بلكسس دوت؟ بلكسس بين الليجيونز، بين يعني انتر، ده يبقى يا جماعه الانتر لوبيولار ليمف بلكسس. ويبقى الليمف بتاع البريست سب ارور ليمف بلكسس دريننج النبل والارور، سب كوتينيوس ليمف بلكسس دريننج ذا سكين، انتر لوبيولار ليمف بلكسس دريننج ذا ليجيونز، وده كله راجع لورا عشان يصب في ليمف بلكسس قدام البيكتورالس ميجر والبيكتورال فاشل. ليمف بلكسس قدام البيكتورال فاشل يبقى بري بيكتورال ليمف بلكسس. الليمف بلكسس دي يا جماعه الصراحه ايه طز فيها ريسنتلي، بيتقال ان الليمف بلكسس بتاعه البريست اكمبانينج ذا بلاد بلكسس تو ذا دريننج ليمف نودز. واحد جات البلكسس دي ما تفرقش معانا في حاجه، هتروح لفين بقى؟ كل البريست 75% من الليمف بتاعه ماشي مع البلاد بلكسس لاترال، واتفقنا اللاترال رايح لمين؟ الايرست جروب افكتد في اي مالجنسي في اي حته في البريست لل انتيرو بيكتور اللي بتصب في البيزل اللي هي السنتر اللي هتصب في الابيكال على السوبر اتلانتيك، ده 75%. 20% من الليمفاتكس في الانر والسنتر تيومرز بتخش زي ما اتفقنا لجوه لل انترنال ثوراسيك ليمف نودز ماشي. رير بقى ليمف سبلاي نقدر نروح له، بعض الليمف اللي يا جماعه بتمشي من الابر بارت اوف ذا بريست لفوق مباشره من غير ما تعدي على الزل، بس دي ماينور ليمفاتكس قوي، ده بتعدي 5% 5% من الليمفاتكس طالعه لفوق للانفرا والسوبرا كلافيكولا ليمف نودز. الاكسيلري تيل خدنا الليمفاتك رينج بتاعه، انت بقى داخل جوه الاكسيلا ونايم على البوستيرو وول اوف ذا اكسيلا، فلازم يصب في مين؟ في البوستيرو جروب اللي اسمها الثاني سب سكابيولار جروب. في بعض الليمفاتكس اللعينه اتفقنا بتخش الوم ذا بيرفوريتنج برانشز جوه سدر اوف انتر كوستال فيسلز، وتمشي الليمفاتكس مع الانتر كوستال فيسلز، تمشي مع الليمفاتكس مع الانتر كوستال فيسلز لحد ما توصل لل بوستيرو انتر كوستال ليمف نودز. ده لو كان السبريد بتاع المالجنانس الليمفاتيك سبريد، طب ما احنا عندنا الفينوس دريننج بتاع البريست جزء منه ماشي بيرفوريتنج برانشز يعني فينز ماشيه بوستيرو انتركوستال فينز، والبوستيرو انتركوستال فينز دي وصل بقى لفين؟ ان هو مرض للفيرتبري، حيث مع الاسف والالم الانتركوستال دي متصله بالفيرتبرال فينوس بلكسس. تصور لو مالجنا السيمز بقى ما دخلتش في سكه الليمفاتكس، دخلت في الفين نفسه على البوستيرو انتركوستال فينز على الفيرتبرال فينوس بلكسس، وقالت الحكايه بفيرتبرال ميتاستاسيز. دي يا جماعه بتسالوها في الجراحه وعمر ما حد يجاوبها، يقول لك ايه الحنان الفظيع ده؟ وايه الحب المهول ده ما بين كانسر بريست والسراسي فيرتبري؟ ده الطريقه بتاعتها. بلاد سبريد الونج البوستيرو انتركوستال فينز للفيرتبرال فينوس بلكسس بقى الفيرتبرال ميتاستاس ماشي. ويبقى الفات رينج اوف ذا بريست بيتقسم 75 20 5 75 مينلي لاترالي في اتجاه الاكسل 20 ماينور لفوق سوبرا كلافيكولار وانفرا كلافيكولار او انترنال ثوراسيك او بوستيرو انتركوستال ماشي. نادر جدا جدا يا جماعه كنا اتفقنا دي عليها برضه خدناها في الاول، ان في بعض الليمفاتكس ممكن تنزل من اللور انر بارت اوف ذا بريست على ريكتا شيس وتبقى المالينجن سيلز وصلت لسرتك، اما توصل المالينجن سيلز لسرتك بس تهاجس زي ما اتفقنا
السيستر جوزيف الجون. ومنها الماليجنت سيلز ممكن تنطلق لجوه الابدوم. هلونج مين؟ الراوند ريجنتوم سليفر. تكبر لك الليمف نودز اللي في البورت هيباتس. ولو كبرت الليمف نودز في البورت هيباتس بقت مين؟ باد اوبستراكتيف جونز. وفاكر عشان بسرعه اشرح قبلها.